ليه انت عملت كده ليه؟ ما يهمكش ده في الماضي. ايوه بس لسه بتوجع. الماضي ممكن يوجع لكن من وجهة نظري يا تهرب منه او تتعلم منه. انت غبي انا غلطان بعلمك حاجه. قوم يلا قول من هنا يلا. طب خلاص انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. ايه الخلفه يا رب؟ ده انت سين بس كمنك يا ابني. مين اللي قال الحمله الفرنسيه على مصر؟ السؤال ده قلت لك اكتر ما شتمتك يخرب بيتك. محمد علي. محمد علي اللي قال الحمله الفرنسيه على مصر؟ احمص. احمص؟ يا لهوي يا لهوي. سيبك من تاريخ وجغرافيا بقى. تعالى حلو ده. حلو تمام. رياضة. انت عندك شوية رياضة عشان ما جيتش جلطة منك. كويس انك حل أول مسألة. تمام. بس وقف على آخر خطوة دي. أنت عايز تجيب الضلع التالت تمام وعندك الضلعين هتيجي جبتهم تضربهم في بعض يجيبك الضلع التالت. الضلع الأول خمسة والتاني خمسة. هيضربهم هات التالت. ماشي تمام سهل. أيوة كام بقى؟ أيوة هنضربهم الناتج هيطلع هتحطه سهل اللي بعدها. أيوة اضرب الضلعين كام؟ السؤال اللي بعده بقى أصعب منه. بص كده فيه. ولا خمسة في خمسة بكام يالا؟ انا كنت فاكرها على فكرة. خمسة في خمسة. والنبي ما تضرب. والنبي ما تضرب. انا بس هو ثانية واحدة. والنبي ثانية. 25 بابا.